للزميل تركي عبد الواحد. الفرح الهلالية مع أسامة هوساوي. أسامة، سور الهلال ما نقول عظيم، نقول كبير اليوم، دائما في المباراة السابقة بالنسبة لها 6 أهداف، معدل قوي جدا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ألف مبروك للجماهير الهلالية، خير لك فريق الأهلي. الحمد لله، يعني 3 نقاط صراحة مهمة كنا نحتاجها اليوم، يعني يمكن كنا مضغوطين شوية في الشوط الثاني بتقدم الاتحاد وهذا، لكن الحمد لله قدرنا نحافظ على مرمانا الحمد لله، وإن شاء الله يعني مباراة لمباراة نحقق يعني النتائج الإيجابية هذه. شكرا لك أسامة. عفوا.